أن الطاعات التي تعملها من أجل نفسك من أجل أن تنقذ نفسك من النار. الله عز وجل يقول في سورة فصلت، واسمع وتأمل يا غالي، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. اسمع نفس الآية في سورة الجاثية ولكن الختام متغير، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً.